حياكم الله في قناة عالم مدهش، حيث نقدم لكم جولة في أحداث غريبة ومثيرة من تاريخ البشر على وجه الأرض. لنبدأ اليوم بأول حدث، عودة نابليون من المنفى. لفهم هذا الحدث بشكل أفضل، دعونا نتحدث أولاً عن نابليون، الإمبراطور الفرنسي الذي حكم من عام 1804 حتى 1814. وقبل توليه العرش الإمبراطوري، كان نابليون قائداً عسكرياً بارزاً في الجيش الفرنسي، ولعب دوراً مهماً خلال فترة الثورة الفرنسية في عام 1789. حكام الدول الأوروبية المجاورة لم يعجبهم الوضع، لأن شعار الثورة والإطاحة بالحكام كان فكراً مخيفاً بالنسبة لهم. دخلت الدول الأوروبية في حروب مع فرنسا، سميت حروب الثورة الفرنسية، واستمرت تقريباً لمدة 10 سنوات. وخلال هذه الفترة لمع نجم نابليون كقائد عسكري عظيم، واستطاع أن يقود فرنسا الانتصار وراء انتصار، مما جعل الفرنسيين يرونه بطلاً. بعد ذلك استطاع أن يصل للسلطة ويستولي عليها في عام 1804، حينما أعلن نفسه إمبراطوراً على فرنسا مباشرة. بعد ذلك بدأت فترة ما عرفت بالحروب النابليونية، والتي كان هدفها توسيع سيطرة فرنسا ونفوذها. استمرت هذه الحروب لمدة حوالي 10 سنوات، لكن خلال تلك الفترة وبسبب معارك أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الجيش الفرنسي، قررت بعض الدول الأوروبية التحالف ضد فرنسا وأجبارها على التخلي عن العرش. نابليون تم نفيه إلى جزيرة تسمى إلبا، والسبب في ذلك هو أن الحكام في تلك الفترة عادة لا يتم إعدامهم بعد هزيمتهم في الحروب، بل يتم نفيهم لتجنب غضب أنصاره. وهنا يبدأ الأمر الغريب. بعد مكوثه في الجزيرة لمدة حوالي 10 أشهر، تمكن نابليون من الهروب بشكل غريب من الجزيرة عبر الاستيلاء على قارب. وقد توجه نابليون إلى الساحل الفرنسي، وبالتحديد إلى مدينة مارسيليا. هذه المدينة تبعد أكثر من 700 كيلومتر عن العاصمة باريس، ومع ذلك وصلت أخبار هروب نابليون من المنفى إلى الملك لويس 18 الذي كان حاكم فرنسا في ذلك الوقت. فقرر مباشرة أن يرسل كتائب من قوات الجيش الفرنسي للقبض عليه أو قتله. وبالفعل نجحت هذه الكتائب في الوصول إلى نابليون، الذي جمع معه بعض الجنود الوفيين له. كان هناك توتر واشتباك محتمل بينهم، ولكن نابليون نزل أمامهم بدون سلاح. وقف أمامهم وسألهم قائلاً: من منكم يرغب في أن يطلق النار على إمبراطوره؟ يتقدم، ولكن لم يكن هناك أي منهم يرغب في ذلك، بل على العكس التفوا حوله وقرروا أن يتبعوه كقائد لهم مرة أخرى. نجح نابليون في الوصول إلى باريس واستعاد عرشه بمساعدة جنوده الأوفياء له. هذا يظهر كيف تحول هذا الرجل من شخص منفى إلى إمبراطور في ليلة وضحاها. الدول الأوروبية التي كانت تتحارب ضد نابليون شعرت بصدمة عندما سمعت أنه استعاد الحكم بسرعة ودون حروب أو نزاعات. الحدث الثاني الذي يتحدث عنه هو حرب الدلو، وكما يوضح اسمها كانت هذه الحرب مرتبطة بالدلو الخشبي. هذه الحرب دارت ما بين ولايتين إيطاليتين في سنة 1325. في ذاك الوقت ما كان في دولة واحدة اسمها إيطاليا، وإنما كانت المنطقة عبارة عن مدن وولايات. من هذه الولايات كانت في ولاية اسمها مودينا وولاية اسمها بولونيا. هذه الولايات كانت بينهم النزاعات ومشاكل. وفي يوم من الأيام تسللت كتيبة من الجنود المادونيين إلى مدينة بولونيا، وتمكنوا خلال هذه العملية من سرقة دلو خشبي كان يعتبر واحد من الرموز لولاية بولونيا. بعدها طلبت بولونيا بإرجاع الدلو، وردت مودينا بالرفض. فقامت بولونيا وحشدت كل قواتها اللي كانوا أكثر من 30,000، وأعلنوا الحرب على مودينا، مما أدى إلى نشوب جميع المشاكل والنزاعات بينهم. لم يكن هناك سبب آخر لبدء الحرب سوى سرقة الدلو، وهذا الموقف هو ما دفع مودينا إلى الحرب. كان عدد جنود مودينا أقل بكثير، حيث كانوا يملكون حوالي 7,000 جندي فقط، مقارنة ببولونيا التي كانت تملك 30,000 جندي. اندلعت المعركة بين الجيشين في منطقة تدعى زابولين. وعلى الرغم من التفوق العددي لجيش بولونيا، إلا أن جيش مودينا حقق انتصاراً ساحقاً خلال 2 ساعة فقط. ولهذا السبب يعرض الدلو الخشبي الشهير اليوم في كاتدرائية مودينا كرمز لانتصارهم في حرب الدلو. ننتقل للحدث الثالث، الذي هو الرقص حتى الموت.
هذه القصة وقعت في عام 518 ميلادي في عصر الإمبراطورية الرومانية، عندما بدأت امرأة تدعى تروفيا بالرقص في شوارع مدينة ستراسبورغ. بعد ذلك بدأ الناس في الانضمام إليها، ووصل عددهم إلى 34 شخص في أقل من أسبوع، وبعد شهر واحد وصلوا إلى 400 شخص، وظل هذا العدد يزيد مع مرور الأيام. انتشر هذا الوباء من مدينة إلى مدينة ومن دولة إلى دولة. تخيل أنك تنزل إلى الشارع وتجد مئات الأشخاص يرقصون بشكل هستيري ودون توقف لأيام وأيام دون أي راحة. بالطبع هذا الأمر أدى إلى وفاة الكثير منهم بسبب جلطات قلبية، والبعض الآخر توفوا ببساطة بسبب التعب. الأشخاص الذين فارقوا الحياة بسبب هذا الجنون بلغ عددهم 15 شخصاً في اليوم الواحد، وحتى اليوم لم يكن هناك سبب واضح أو منطقي لما حدث، لماذا أو كيف تمكن الناس من عدم التوقف عن الرقص حتى الموت. ليس هناك إجابة نهائية، ولكن هناك نظريات مختلفة. بعضهم يعتقد أن الأمر كان مرتبطاً بالتنويم المغناطيسي الذاتي الذي وقعوا فيه بدون علمهم، وفي نظرية تقول أنهم تعرضوا نوعاً من السحر، خاصة أن كثيرون في تلك الفترة كانوا مؤمنين بسحر والشياطين وقدرتها على التحكم في البشر. بعض النظريات تشير أيضاً إلى وجود نوع من المخدرات كان يتم وضعه في الطعام الذي كانوا يتناولونه دون علمهم. قد يكون هذه أقرب نظرية توفر تفسيراً للحدث، ولكن لا توجد أدلة حقيقية تدعم أي نظرية بشكل قاطع. الحدث الرابع، أمريكا تسقط قنبلة نووية على إحدى ولاياتها. تم إلقاء قنبلة نووية على إحدى ولايات أمريكا. وقع هذا الحادث نتيجة حادث طائرة أمريكية كانت تحمل قنبلتين نوويتين في عام 1961. كانت الطائرة فوق ولاية كارولاينا الشمالية عندما حدث تسرب في خزان الوقود، مما اضطر الطيار والطاقم إلى القفز منها. الطائرة تحطمت قبل وصولها إلى الأرض، مما أدى إلى سقوط القنبلتين النوويتين بشكل حر. يجب ملاحظة أن القنابل النووية لا تنفجر عند الاصطدام مثل القنابل العادية، بل تحتاج إلى تنفيذ خطوات معينة لتصبح جاهزة للانفجار. إحدى القنبلتين تجاوزت ثلاثة من الخطوات الأربعة المطلوبة للتفجير، وإذا تم تنشيط الخطوة الرابعة والتي تشمل الشرارة التفجيرية، كان ذلك يمكن أن يؤدي إلى موت مئات الآلاف من البشر، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم من هذا الخطر الكارثي. أدى التوتر بين الإمبراطور الروماني فلنتين الأول وبعض القبائل الألمانية إلى نهاية حياته. خلال مفاوضات معقدة وجلسات طويلة، تم التوصل إلى اتفاق بين بعض المبعوثين من تلك القبائل والإمبراطور. أثناء الاجتماع أصروا على أن الصراع نشأ بسبب تصرفات الإمبراطورية الرومانية، بينما رد الإمبراطور بأن المشكلة ناجمة عن سلوك تلك القبائل. تم حل الخلاف بين الأطراف، ولكنهم انقسموا بعد ذلك حول سبب الصراع. خلال هذه النقاشات الحادة فقد الإمبراطور فلنتين أعصابه وبدأ في الصراخ بشدة، ونتيجة للضغط العصبي الشديد أصيب بجلطة دماغية أسفرت عن وفاته. الحادث السادس والأخير لهذا اليوم هو اختطاف الإمبراطور يوليوس قيصر. تعتبر هذه قصة عن الرجل الذي أصبح لاحقاً إمبراطوراً رومانياً مشهوراً، ولكن الحادث وقع قبل توليه العرش في العام 75 قبل الميلاد. تم اختطافه من قبل مجموعة من قراصنة الذين طالبوا بفدية مقابل إطلاق سراحه القيصر، فطلبوا 20 طلين من الفضة. الطلين هو وحدة قديمة تعادل تقريباً 26 كيلوغرام من الفضة. القيصر ضحك على هذا الطلب وقال لهم: أتمزحون؟ كيف تطلبون فقط 20 طلين؟ يجب عليكم أن تطلبوا على الأقل 50 طلين. بالطبع وافق القراصنة وقالوا: بالتأكيد كما تريد. ثم أرسل القيصر أحد أفراد مجموعته اللي كان محتجز معه لجمع الكمية الكبيرة المطلوبة من الفضة، واستغرق تجميع هذه الكمية الكبيرة من الفضة 38 يوماً. وظل القيصر خلال هذه الفترة مع القراصنة. خلال هذه الفترة القيصر بطبيعة نرجسية
رفض أنه يعامل كأسير وقف فوق رؤوس القراصنة وعاملهم كأنهم أتباعه وهو قائدهم، لدرجة أنه كان يأمرهم بالسكوت والهدوء التام أثناء النوم، وكان يقضي الوقت معاهم في تلحين وصياغة الشعر وكتابة الخطابات، وكان يشاركهم بعض الألعاب الرياضية ويشاركهم في تدريباتهم كأنه واحد منهم. بطريقة ما أصبح القراصنة يحترمونه وأصبح لديهم احترام كبير له، لدرجة أنهم منحوه كامل الحرية على سطح سفنهم وجزرهم. وفي أحد الأيام قال القيصر لهم أنه سيتبعهم ويمسك بهم واحدا تلو الآخر ثم يصلبهم وبعد ذلك يعدمهم. كانوا يعتبرونها مزحة ويعتبرونه صديقا لهم. وبعد أن تحرر القيصر وعاد إلى منزله، بدأ في جمع أسطول بحري صغير. على الرغم من أنه لم يكن يحمل سلطة رسمية في تلك الفترة، إلا أنه كان ثريا ووفى بوعده للقراصنة. قام بملاحقة القراصنة وألقى القبض عليهم جميعا واسترد جميع الأموال التي اندفعت لهم، وبالإضافة إلى ذلك استولى على جميع ممتلكاتهم. في النهاية أمر بصلبهم جميعا، ولكن قبل أن يتنفذ الأمر، على ما يبدو أن القيصر تذكر الأيام الخوالي، ونظرا لأن قلبه حن عليهم فقام بتغيير رأيه وقطع روسهم. هذه كانت الأحداث التي مررنا بها اليوم، وأرغب في سماع آرائكم في التعليقات. هل ترغبون في رؤية المزيد من المقاطع أو أجزاء إضافية حول نفس الموضوع أم لا؟ أتمنى لكم يوماً سعيداً وأراكم في المقطع القادم. مع السلامة.